طبعا جمله انت تستاهلي حد احسن مني دي معروفه بالنسبه مثلا لبعض الشباب لما يحب ان هو ايه يفركش مثلا بالنسبه للخطوبه او الجواز، درجه البنات خلاص بقت فاهماها يعني. لكن الموضوع ليه اساس، في مجموعه من الامور النفسيه هي اللي بتخلي الراجل ممكن يتردد في العلاقه، خصوصا في مرحله الارتباط والجواز. الامور دي ممكن تكون مرتبطه بعدم تحمل هذا الشخص المسؤوليه، او انه خايف من التجربه اللي مقبل عليها. من أكيد النهاردة في فقرتنا بنتكلم عن أسباب التردد في العلاقات عند الرجال، هل في علامات في الرجل لازم نحذر منها أو المرأة تحذر منها؟ دي كلها أسئلة هنعرف إجابتها، ونعرف برضو الرجل يحذر من إيه يعني. ما هو أي يعني الفقرة عن الرجل على فكرة، طيب فهو يعني مش أي أسئلة كده في النص وخلاص. خلاص هنعرف برضو من الدكتورة داليا هل الرجالة بس هي اللي بتخلع، ولا كمان ممكن البنات تتردد في العلاقة وقت دخول الموضوع بقى في الجد. طيب دكتوره داليا كمان استشاري العلاقات الاسريه هتقول لنا كل حاجه، ومش هتروح في الجهه اللي شاذلي عايز ياخدها فيها اللي هي تغير الفكره. يا دكتوره منورانا، صباح الفل عليك. صباح الخير. اسباب التردد عند الرجال، انا اصلا مش مقتنعه بالفكره، يعني فكره الشخص المتردد ده يعني متردد انه يكمل العلاقه، ولا متردد ان هو يدخل اصلا في العلاقه، ولا متردد في ايه؟ لا هو بيبقى موجود يعني، بيبقى ممكن يبقى في علاقه، بس هو جوه العلاقه ما فيش اسم، احنا جوه العلاقه اصحاب، بس اصحاب وفي غيره، بس اصحاب وفي تحكم، بس فبيخلي الطرف اللي قدامه مش فاهم يعني احنا شكل العلاقه ايه، طب الخطوه الجايه ايه، طب المستقبل ايه، ده ما بيبقاش باين. ده الشكل بتاع الشخص المتردد، ان هو بقى ياخد خطوه الارتباط الرسمي، دي بتبقى يعني خطوه صعبه جدا وممكن ما بتتعملش، بنهرب منها. يعني بادين الكلام بان احنا اصحاب وبعدين عمالين ناخد كل المميزات بتاعه المرتبطين بالظبط، لكن ما عندناش التزامات. ما فيش التزامات اطلاقا. طيب ممكن ده تكون خوف طبعا، ممكن تكون بعض المشاكل النفسيه مثلا، ده اكيد يعني اكيد ليها جذور، بجانب برضو مساله المسؤوليه هنتكلم عنها دلوقتي. لكن فكره في بعض الناس بيبقى عايز يتحكم، يبقى عايز يعني متحكم في كل الامور، بيتواصل معاها وبيكلمها، ونمتي ولا لسه، الكلام المعروف ده يعني، وخرجتي ولا لسه، وما تخرجيش لما تقولي لي. لكن هو بس المساله ان هو يتحكم فقط. لا هو مش يتحكم فقط، اصل احنا لو اصحاب بس مش هيبقى فارق معايا هي بتعمل ايه او هي لابسه ايه، او مش هتحكم في اصحابي. هنا بقى دور البنت توقف هذه المهزله، صح؟ طبعا، ما هي هتوقفها لما تلاقي ان دي علاقه بلا مستقبل. احنا موجودين في دايره احنا بنلف فيها ما بنطلعش. طبعا هي دورها انها توقفها، بس هي لازم تبقى فاهمه شكلها، شكل العلاقه دي ايه، ايه اللي المفروض اعمله، هل في امل ولا لا. يعني دي نقط كتيره جدا يعني احنا المفروض نوضحها للبنات علشان يعرفوا يتصرفوا ازاي في حاجه زي دي. المفروض من الاول نوضح للبنات ان احنا ما ندخلش في حاجه اصلا عامله كده، هي ما بتبانش. يعني ايه اللي يخليني اصلا ابقى قاعده، انا اللي قاعده عماله ازق وبوش في علاقه؟ انت بتتكلمي في وقت، لا احنا لا بالبدايه خالص لما من الاول علاقه مش باين لها ملامح، يبقى هي مش علاقه اصلا. ده مثلا في خلال كام شهرين ثلاثه، ده مش بيبان بسرعه. أوكي. يعني عموما اي علاقه بتتطور من 3 لـ6 شهور، ده عشان يبقى فيها خطوات. في الاول كلنا واحد شبه بعض، كل العلاقات شبه بعض، بتبدا تتطور بعد فتره من الزمن. لو جينا لقينا ان الفتره زادت بزياده واحنا واقفين زي ما احنا، بنبدا نحط علامات استفهام. انما ان احنا شايفين لا في تطور، احنا كده في علاقه صحيه. طيب هل المسؤوليه فعلا ممكن تمنع بعض الرجال من استكمال هذه العلاقه؟ طبعا المسؤوليه، الخوف من المسؤوليه، الخوف من التحكم، ان حد هيدخل حياتي هيتحكم فيها. الخوف من طبعا لا انا عايزه اقطعك يا دكتوره، الرجل هو اللي خايف ان الست تدخل تتحكم فيه. خدي بالك ان كل واحد الطريقه اللي نشا بيها ممكن تكون دي السبب في انه ياخد الامور بشكل معين. ممكن نشا في اسره لقى فيها مثلا ان الست كنترولنج، فلا انا مش هخش في علاقه لان مش عايز حد يعمل معايا كده. نشا في علاقه مثلا الست فيها سايبه ايديها خالص والمسؤوليه كلها على الراجل، لا انا خايف من المسؤوليه دي. فممكن مخاوف كتيره جدا تخليه لا انا مش هقدم على علاقه. مسؤوليه، التغيير في حد ذاته، يعني بعد سن معين لما الراجل بيكبر، على فكرة أنا كويس، أنا مش محتاج أغير شكل حياتي علشان أدخل في علاقة وأغير من نفسي. أنا حاسة إن ده يمشي على الرجالة وعلى السيدات، يعني لو إحنا تمام فإحنا تمام جدا. صح على فكرة. صح.
هو ده بيمشي على اتنين، هو موضوع الحلقه يمشي على اتنين. هو الاتنين في ساعات بيبقوا خايفين لكن الرجاله اكتر، بس الرجاله اكتر لانه طبعا المسؤوليه اكبر، في الاخر هيبقى هو اللي في وش المدفع. صحيح. شفتوا يا جماعه تربيه الاولاد من هم صغيرين بيجنبنا حاجات كتيره ازاي؟ يعني دي حاجه لما يوصلوا سن الجواز، مساله الاختيار الشريك المناسب دي نقطه مهمه جدا، ومساله تقييم الشخص اللي قدامك اللي انت بتتعامل معاه، تقدر من خلال تجاربك السابقه ومن خلال ان اهلك هم بيربوك علموك ازاي تتحمل مسؤوليه في كل حاجه وبيدعموك طبعا. فتقدر تقيم العلاقه اللي انت موجود فيها دي، هل هي علاقه صحيه ممكن تكمل ولا هي مجرد شكل كده وخلاص ونهايتها مش الطف حاجه، فبالتالي تبتعد من البدايه. هو الشخص السوي مبدئيا لازم يبقى داخل العلاقه وانا عارف انا عايز منها ايه. يعني ما ينفعش ان احنا يلا نجرب او يلا هي حد لذيذ فيلا نعرف بعض، لا انا لازم ابقى عارف نفسي كويس وعارف شكل العلاقه اللي انا عايزه ايه وانا متوقع ايه من اللي قدامي. ولازم اكون بتكلم معاه في ده، ولازم بعرفه نفسي وبسمعه كويس قوي. اهم حاجه في العلاقه ما بين اتنين ان احنا بنسمع مع بعض. لاني لما هسمع هحلل، اولا هعرف الباك جراوند بتاعته، لما اشوف ابوه وامه بيتعاملوا ازاي، هو بيتعامل ازاي مع ابوه وامه. في الاخر الزوج هو بيبقى كوبي من ابوه. ابوه بقى في البيت ده شكله ايه؟ هل هو الشخصية اللي أنا عايزة أبقى معاها بعد كام سنة؟ نفس الموضوع للست على فكرة، أنت لو بصيت لمامتها بعد مثلا 20-25 سنة هي هتبقى الشكل ده، حتى لو هي مش عايزة، حتى لو هي بتقول عمري ما هبقى زي، بتبقى زيها أو على الأقل في جزء كبير منها. بس هو ده اللي أنا شفته. ما لما أجيش أطالب واحد مثلا عايش في بيت شكل الخناق كذا، بيتخانقوا بالطريقه الفلانيه، اجي انا اقول لما يتجوز انا بيتي هيبقى هادي او بيتي هيبقى شكله كذا، مع الوقت الباك جراوند بتاعته ايه؟ هو متربي على ان هو ده طريقه الخناق، هو متربي على ان هي دي الطريقه اللي بنتكلم بيها مع بعض او بنتعامل بيها مع بعض. هو ده في الاخر اللي انا لازم ابص عليه وانا جوه العلاقه، ده انا هقول عليه اوكي؟ هل ده اللي انا عايز، البيئه اللي عايزه بعد كده ولادي يتربوا فيها؟ انا مش عارف ان هم كانوا بيتخانقوا، يعني البنت نفسها مش هتعرف ان اهله كانوا بيتخانقوا. دي فترات الظهار احلى ما عندنا، احنا البيت الجميل، احنا الناس ده. حتى انا بتكلم مش بس على بدايه العلاقه، ده انا بتكلم في داخل الخطوبه. في داخل الخطوبه كل واحد بيبقى مهتم قوي يبين نفسه الطف حاجه ويبين الطف تصرفات عنده، فمش هيبقى عارف. واحنا كويس ان احنا اول ما نروح البيت حماية وحماتي هلاقيهم بيتخانقوا؟ لا، بس هتسمعي، هتعرفي ان في مشكله في البيت، هتعرفي من راي الشخص اللي مرتبطه بيه رايه ايه، هتعرفي الطريقه اللي هو بيتخانق بيها معاكي، هو ده اصلا مسموح بيه انك تتكلم كده او نتخانق كده، او هو ده التفاهم؟ بيبان. ما هي فتره الخطوبه على قد ما هي كلنا بنمثل، بس برضو بنقع. العصبي بيبان انه عصبي، البخيل بيبان انه بخيل، بغض النظر ان احنا بنحاول نجلكت الساينز دي عشان انا عايزه اكمل، بس بتبقى باينه. طيب طبعا حضرتك استشاري علاقات اسريه، هل في حالات بتجيلك قبل الجواز؟ يعني مثلا يكونوا مخطوبين مثلا او مقبلين على علاقه، فعشان يفهموا هل هم اختاروا صح ولا غلط، هل طبعًا. في حد بيجيلك؟ طبعا. ساعات بيجيلي كابلز بيبقوا مثلا مش عارفين نسبه نجاح العلاقه ايه، او احنا عندنا مشاكل كتير وبنحب بعض بس مش عارفين نكمل. فلازم بنقعد مع بعض، ببدا افتح لهم مواضيع وقولوا رايكم، فهم فده يقول رايه وده يقول رايه، بس انا ما كنتش فاكره ان ده رايك، بس بنبدا ان احنا نقرب. طب على فكره هنعمل ايه بقى لما انت تبقى في جنب وهي في جنب، كل واحد فيكم في راي مختلف تماما عن التاني؟ يلا نلاقي نقطه في الوسط، ايه اللي ممكن تتنازل شويه وهي تتنازل شويه عشان نوصل لحل يرضينا احنا. وكملوا لو كان في تواصل بينك وبينهم، هل كملوا خلاص والدنيا مشيت معاهم؟ اللي بييجوا بيبقوا عايزين، فما دام عندهم الرغبه بصراحه بيكملوا، انما اللي اصلا موضوع مش همه ويلا مشيت مشيت ما مشيتش، في غيرها كتير او في غيره كتير، لا مش بييجوا اصلا. واصلا اي حد بيجي لاستشاري علاقات غالبا بيبقى عنده النيه للصلح، اصل لو عايز يسيب او يطلق ما عنده المأذون، لا هو صحيح. بيبقى عايز. طيب كررتيها مرتين اثناء الحلقه النهارده، انهم بيتكلموا مع بعض فبيسمعوا بعض فبيلتقوا في النقطه او لا. الرجاله ما بتتكلمش، الستات بتتكلم كتير جدا لغايه ما الرجاله تصدع، والرجاله ما بتتكلمش اصلا، ما بتعبرش هي فيها ايه. هيعرفوا يوصلوا جبال. لنقطه جبال من التحمل. فمفيش نقاط كتير ممكن يبقوا عارفين يلتقوا فيها، يلتقوا ازاي وفي واحد ما بيتكلمش خالص وفي واحده ما بتبطلش كلام؟
هي دي يعني انواع شخصيات اصلا مختلفه. ان حد مش الكلام هي طريقه التعبير والتاني بيتكلم كتير جدا، فهو مش طبيعي ان العلاقه دي مش متفقين. احنا لازم نبقى متفقين على طريقه. انا لما ابقى متضايقه اعمل ايه؟ اوصل لك ازاي؟ فانت لازم تقول لي انا مش عايزه، انا ممكن اتكلم بس ده اللي هيوصل لك ولا انت عايز ايه بالظبط؟ ممكن يقول لك بس في الوقت الفلاني، مش في الوقت، انت مختاره وقت غلط مثلا. هو في حاجه اسمها كده متضايق؟ متضايق اقول وقت ما انا ابقى متضايق. هو للاسف في وقت لازم يكون في وقت مناسب وطريقه مناسبه، واكون فاهم دماغ اللي قدامي بحيث ان انا لما هقول له ده هيوصل. لازم يبقى في طريقه كوميونيكيشن، ابقى عارف اللي قدامي هيقبل ده دلوقتي او دلوقتي انا بكلمه في وقت غلط اصلا. تخيلي بتكلمي راجل لسه راجع من الشغل جعان تعبان مش طايق روحه، فانت زعلانه من كلمه قالها امبارح، ما هي فعلا مش منطقيه يعني. طيب او العكس، والعكس صحيح طبعا. ما يعني نختار الوقت اللي ينفع نعاتب بعض فيه. طيب هل الولاد بتوع روحتي كلتي نمتي ما فين انت الاول بردانه خدي الجاكيت الكلام اللي احنا بنسمعه دايما ده، هل ده مؤشر لان العلاقه دي صحيه مثلا او ده خالص؟ لا مش مؤشر لاي حاجه خالص خالص اطلاقا. وغالبيه الناس اللي بتكون بالشكل ده اعتقد بتكون مشاعر مزيفه يعني. يعني انا بحس ان الولد او الراجل بيطلع الشاب فاكر ان انا اول ما اخش علاقه يعني يلا اكنترول العلاقه، وده طبعا غلط خالص. ولا باللبس ولا بنتي عملتي ايه ولا، مش هو ده خالص. الاهتمام بديه لما بكون اللي قدامي محتاجه، مش ان انت روحت او ما روحتش او كلت او ما كلتش او العكس، او ان هو يقول لها انت تلبسي ايه وتلبسي، مش هو ده الاهتمام ومش هو ده الامان ومش هو، ما بديش مقاس لاي حاجه خالص. دي حاجات سطحية جدا. هل الولد اللي شاذي بيتكلم عليه بتاع روحتي وكلتي وفيلي ده موجود اصلا؟ لا لا والله ده موجود. يعني انا متخيله ان دي حاجات بنضحك بيها كده مع بعض يعني على السوشيال ميديا. ده موجود فعلا؟ موجود طبعا. صح ولا ايه؟ طبعا. فيلي انت الاول. لا بينهم هما الاثنين بالمناسبه. فيلي انت الاول. لا فيلي انت الاول في تليفون. لا في الاول بتهيلي قديم قوي الجو ده. ما انا مش هقفل ده. قديم الجو ده والله. او يمكن الاجيال الجديده ما فيهاش ده خالص. والاجيال الجديده دي حاجات معروفه يعني اكتر بكتير. ما فيش حاجه اسمها كده. ما فيش روحتي يعني معروفه ده مش ريد فلاج. ده دلوقتي ستاره كبيره البنات بتوع دلوقتي اللي هم يعني احنا لو بنتكلم على مثلا الجامعه دلوقتي لا خالص مفيش الكلام ده يا جماعه. مفيش الكلام ده. انا بشوف حالات وحاجات غريبه جدا. هي مش سامحه له ان هو يتدخل في مواعيدها او في لبسها او خروجاتها. انا عارفه انا بعمل ايه صح. انت واثق فيا؟ خلاص اوكي. طيب امتى البنت تتردد من اكمال العلاقه؟ في علامات خطر كتيره. البنت علشان تقول لا مش هكمل ده معناه انها استهلكت، هو استهلك منها كل الفرص. يعني خلاص هي جربت الموضوع الفلاني ولقيته ان هو مش ظريف معايا، جربت كذا لقيته مش نافع. فرصه خلصت. ايه بقى الحاجات اللي تخليني اقول لا انا لازم اجري؟ طبعا في حاجات معروفه وكتيره، الشكاك بطريقه مرضيه، البخل طبعا، الكذب. وعلى فكره وانا مش بقول كده عشان نهرب، لا بندي فرص ان اللي قدامي ممكن بعد ما يعرف ان انا مش هكون موجوده لو اتكرر وكررها خلاص يبقى ده حد بايع اوريدي. انما لو في تغيير ممكن اكمل في العلاقه. هي الموضوع مش بس شعارات، ان انا ممكن اقول لك مليون صفه. هو انا هقبل بايه؟ يعني مثلا انا من خلال الجلسات بلاقي مثلا ستات، انا يعني مثلا انا عندي الخيانه هو خلاص هو خط احمر بعد كده احنا مش موجودين. لقيت في ستات بتقبلها مش ده الخط الاحمر بتاعها، فانا ما اقدرش اقول لحد معايير. لا هو ممكن ايه بقى الخط الاحمر؟ ممكن لو هو لو هي قبلت ده ايه اللي ممكن يكون خط احمر؟ مثلا انه يضربها. وفي ست تانية ترضى بالضرب لان باباها كان بيضربها، فشايفه دي وسيله للكوميونيكيشن. اوكي عادي اما تتضرب بس مش عادي انه يخونها. كل واحد في الاخر حسب معاييره. ايه اللي ممكن يرضى بيه ولا. يعني بعيدا بقى عن ارائنا الشخصيه كل واحد من حقه هو اللي يشوف طبعا. انا هقبل بده. في واحده ترضى تقبل بده وفي واحده هتقول لا، فاحنا مختلفين. انا ما اقدرش اقول لك ان في خطوط حمراء دانيا مش ترضى بيها، ممكن انت ما ترضيش بيها بس ممكن ناس تانية ترضى بيها. ده ناتج عن ايه بقى يا دكتوره؟ ده ناتج عن البيت طبعاً. عن الاحساس بالامان، ان انا ابقى عارفه ان انا ليا مكان وعندي احساس بالامان، حد هيدعمني، حد هياخد باله مني لو انا قلت ان انا رافضه ومش قابله ومش قادره اكمل.
لما يبقى البيت سبورتيف وداعم ده يفرق قوي في تقبل يفرق المرأة جدا. يفرق جدا. الستات كتير قوي بتقبل بحاجات هي مش عايزه تقبل بيها لان ما عندهاش حل تاني، ما عندهاش اهل يبقوا في ظهرها، ما عندهاش امان مالي انها تكون بتشتغل وعندها مثلا استقرار او استقلال مادي. اسباب كتيره جدا. ساعات بيبقوا الاهل حاطين ان مثلا الانفصال او الطلاق ده عمره ما حصل في عائلتنا وعمره ما هيحصل، فبتضطر انها سنين طويله تستحمل حاجات لا يمكن حد يستحملها عشان احنا ما عندناش ده في عائلتنا. انا مش هبقى اول واحده. طيب هل الست ممكن ترجع الراجل عن سلوكه مثلا؟ هو شخص متردد وما بيقدرش ياخد قرار، هي ممكن تخليه مثلا صاحب قرار؟ ممكن تبقى عامل مساعد، انما نيته هو للتغيير هي نمبر 1. مفيش حد هيتغير الا هو عايز يتغير، بس ممكن تكون عامل مساعد كبير. يعني لو هو مثلا متردد زي اللي احنا بنتكلم فيه موضوع الحلقه، لو هو قرر ان هو هيساعد نفسه وان هو هيعالج جدر مشكلته، لان في الاخر كل واحد فينا جدر مشكلته مختلف، بس لازم يكون صريح وهو بيكلمها. يعني يقول لها مثلا انا مش هكمل لاني خايف من المسؤوليه. بيقولوا دلوقتي كده بقوا يعني زمان ما كانوش بيقولوا. فهي لا. مثلا من الممكن بقى ايه كعامل مساعد طبعا تقول له لا يعني المسؤوليه هتبقى مشتركه. مشتركه ما بيننا صح. لو هو قال لها حاجه زي دي وقال لها مثلا احنا لو بيتكلم على ماديات لا احنا هنقدر ان احنا نبقى مع بعض ومش عارف ايه، طمنته موقف واتنين اختبرها ولقاها تمام، على فكره الموضوع ممكن يكمل. لو عنده هو النيه انه يشتغل على نقطه زي دي لا ممكن طبعا. بس ده هيبقى عيب انها هتفضل طول الوقت على مدار العلاقه هي اللي دايما لازم تزق، هي اللي لازم تبقى ما هي بالبلدي كده يعني. ما هي سيئة. لا شكل ما هو لو احنا عدينا الخوف، هو خايف بس، هو عارفة زي اللي عنده فوبيا من القطط فبيشوف القطة الصغيرة أسد. هو أصلا مضخم الموضوع، هو أصلا مكبر الموضوع في دماغه، الموضوع مش للدرجات. أنا دخلت معانا في الأول وفي الأول ساعدنا بعض والدنيا مشيت. قاعد تقوم رامين على القطة هيتنمي في الموضوع ده خالص. بالظبط. طيبين أوي. بنساعد والله، دي خطه بسيطه. بنساعد والله. دعم. الدكتوره بتقول اهو دعم وسعد. يعني لا بتمشي. احنا طبعا بنشكرك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات الدكتوره داليا كمال استشاري العلاقات الاسريه. شكرا ليكي. ميرسي، نورتينا وشرفتينا. شكرا لوجودك معايا.